السلام عليكم. كيف ما كتعرفوا أن عملية تقشير الوجه والجسم هي واحدة من الخطوات الأساسية التي يجب أن تدخل في روتينك الجمالي، فهو مهم لإزالة الخلايا الميتة، تعزيز الدورة الدموية، تخفيف من حدة التجاعيد، تبييض وترطيب الجلد من العمق. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد المقشر سهل جدا، سهل للتحضير، مكونات أغلبها متوفرة عندنا بالمطبخ، أساسها الحامض اللي هو الليمون والجزر اللي كنعرفوا هاد المكونين عندهم واحد المزايا رائعة بالنسبة للبشرة. قبل ما نبداو هذا الفيديو كنتمنى أنكم تشاركوا في لاشين ديالي، دعموني، تخليوا لي دي لايك وتعليقات. المكون الاول اللي غادي نحتاجوه في هذا المقشر وهو الحامض، نحتاجو الحامضه او ليمونه تكون طيبه مزيان صفراء اللون، غادي نحتاجو السكر. هنايا ما عنديش سكر الاسمر، عندي سكر ابيض ولكن انا كنفضل السكر الاسمر في الوصفات الطبيعيه. هنايا عندي ماء الزهر، ماء الزهر اللي رائع، تتواتر الريحه ديالو بزاف مع الحامض او الليمون. غادي نحتاج ايضا هنايا عندي زيت جوز الهند، زيت جوز الهند اللي كنقول لكم ديما خاصها تكون اورغانيك، تتكون عضويه باش كتكون عندها واحد المنافع وكتستافد منها البشره اكثر. هنايا عندي حبتين مبشورتين واللي حكيتهم ديال الجزر. دونك اول مرحله هي غادي نحك هذه الحامضه، غادي نحكها في حكاكه رقيقه او متوسطه كيف ما شفتوا معايا، بحال هكذا. كتكون صعيبه اننا نحكوها كامله في حكاكه رقيقه، ولكن انا انصح اننا نحكو هذاك القشور ديالها في حكاكه رقيقه باش كتعطي ديك الرائحه، وهذاك الليمون كيطلق لينا داك الزيت ديالو، لان كيف ما كتعرفوا ان الحامض فيه واحد الزيت اللي هي رائعه، وحتى الريحه ديالها كتكون قويه ملي تنحكوها في الحكاكه الرقيقه. بالنسبه للحامض او الليمون، يعد مصدر للفيتامين سي والكالسيوم والمغنيسيوم، ويحتوي على خصائص مضاده للاكسده، مضاده للجراثيم، الفطريات، وهو يعد تقشير طبيعي، بيلينغ طبيعي للبشره، كيجدد لنا الخلايا، كيخلصنا من الرؤوس السوداء. بالنسبة للرؤوس السوداء، كتعرفوا أن الرؤوس السوداء كاين نوعين، كاين اللي كيكونوا بروفوند، وكاين اللي كيكونوا رقاقين وسطحيين اللي كنقدروا نحيدوهم بان سامبل غوماج. باغ كونطخ هادوك اللي تيكونوا شويه غارقين ضروري خاصهم ان تريتمون ميكانيك، صافي خاصنا ندير لهم لافابور وخاصنا نديرو دي كوتون ديسك ونحيدوهم ميكانيكمون، لان ما تيجيوش زوينين لا في المنظر ولا بالنسبه لهاد السيدات مين كنديروا ان فون دو تان، تيزيدو يبانو لي بوان نوار. صافي تبقى على هاد الشكل هذا، تنحك هذيك الحامضه ديالي كامله. هي الحامضه ملي كتكون صفراء كتعطي واحد الرائحه رائعه رائعه جدا. صافي هذا هو الشكل ديال الحامضه ديالي ملي حكيتها. صافي في هذه المرحله غادي نزيدو زيت جوز الهند اللي كنعرفوا ان هو عنده واحد المنافع كثيره بالنسبه للبشره. علاش كنزيدو في هذه المرحله في الاول؟ لان من خلال التجربه ديالي في التحضير ديال المقشرات، يعني ديما مين كنديرو كيساعدني ان هذاك السكر كله ما يذوبش ليا، كيبقى محافظ على الشكل ديالو. دونك تنسبقوا هذاك الزيت بحال تيغلف لينا داك الحامض، ولا اي غوماجه تستعملوه سبقوا الزيت هو الاول، خلطوه مع داك المكون اللي كيكون فيه اللي كيكون شويه سائل باش ما كيذوبش لكم هذاك السكر. صافي تنخلطوا، كيف ما كتعرفوا ان زيت جوز الهند رائع رائع جدا، كيهدئ لينا حروق الشمس، يعني ترطب لينا البشره الجافه، تنظف لينا مسام الوجه. هنايا كيف ما شفتوا معايا ضفت ايضا ماء الزهر. وانتوما في خلال تحضير
خلال تحضير هذا المقشر اختاروا يعني الكمية اللي بغيتو اللي تحتاجوها، ولا بغيتو ديروا كمية اكثر ديروا كمية اكثر. لحد الان درت جوج ديال الملاعق من زيت جوز الهند اللي زدتها على هذيك الحامضة اللي حكيتها، درت ملعقة من ماء الزهر، حبتين من الجزر اللي محكوكين. غادي نخلط هاد المكونات كاملة. القاعدة هنايا باش يجيكم مقشر مزيان هو نقبض هاد الكمية هادي وغادي نعبرها وكندير لو دوبل ديالها من السكر، باش كيبقى هداك السكر باين وما كيجي ما دايبش كله في داك المقشر. راه كنديرو ضعف الكمية ديال السكر. بالنسبة لهاد المقشر كنقدرو نستعملوه للجسم، كنقدرو نستعملوه للوجه ايضا، فانا كنستعملوه للوجه والجسم. كيعطي واحد الرائحة رائعة اللي كت غولاكسانت سورتو في لو سوار تديروه. الا انه الا كانت عندكم البشرة حساسة ما تنصحش انكم ديروه، سورتو الوجه ديروه لو كور، ولكن ما ديروش الوجه لان كاين البشرة اللي كتكون حساسة من الحامض او الليمون. هنايا غادي نزيد الكميه ديالي ديال السكر اللي قلت لك كيف ما قلت لكم كنعبر هذيك الكميه، عبرت ان هذيك الكميه خاصني ندير ضعف ديالها ديال السكر. صافي كنزيد وتنبقى تنخلط على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديال المقشر ديالي، عنده واحد الريحه رائعه مريحه غولاكسانت. كنتمنى انكم تجربوه. ديفا تنحطو على يديا وكنبقى غير كنشمو وفريمون عنده واحد ليفي وكيعطي واحد ليكلا لابو. هذاك الماء ديال الزهر كيلائم بشكل كبير رائحه الحامض، داكشي علاش اختاريت الزهر وما اختاريتش ماء الورد. نصيحه اخرى وهي اننا نديرو في اون بواط اللي تكون معقمه ونحتفظوا بيه، ضروري تكون معقمة. كنشكركم على المشاهدة.